اللهم ايوه بارك، تخيل بقى صوته. حية بقى حية، اللهم بارك. اليوم الشوايه. هذا وشك النهائي اخوتي، دابا غادي ندخلوها للفران. وهنا اخوتي كنكون وجدنا البلا ديالنا. يا سلام، صباح الخير عليكم خوتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. البارحه الدراري كيف شوها جبنا الحلوف، ما خلاناش ننعسوا، مشينا لواحد البلاصه كملنا فيها النعاس ديالنا. صراحه الدراري عينا بزاف، كل شيء عيا، ما قدرتش انا كاع نبقى نصور صراحه. ودابا فقنا مع هذيك 6 ديال الصباح وشدينا الطريق لبين الويدان ان شاء الله، وغادي ندوزوا فيها 24 ساعه، وغادي ان شاء الله غادي نصيدوا فيها الحوت اخوتي. وجيت وقفت هنايا وشوفوا المنظر كيدير. يا سلام، شنو هذا هو المعنى الحقيقي ديال لا طير يطير ولا بشر يسير. صراحه بلادنا زوينه 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 بزاف اخوتي، خاصنا غير الفلوس وبنادم يعيش باش ما كان. صراحه دوزنا تجربه زوينه، ومازال ان شاء الله غندوزوا واحد التجربه في بين الويدان، غتكون هربانه 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 بزاف. ولكن انت اول مره كتشوفنا، ما تنسى سبسكرايب لايك وتخلي لي شي كومونتير وتبارطاجي مع اصحابك، ولا تسقاو نمشيو للمغامره ديالنا. تابعنا بزاف ديال الروينه اخوتي، وتحياتي لكم، شكرا على الكومونتيرات ديالكم الزوينين، وراكم في القلب. صراحه اخوتي ما قديناش نكملوا الطريق، لحقاش الطريق كامله خطيره وكلها منعرجات اخوتي، وريحنا نستراحوا. انا بعدا صافي شحفت ديال بصح، بغيت امتى نوصل لديك البلاصه ونحط لاطون ديالي ونضربها بواحد النعسه، ما نسول لا في فطور، انشرب صافي. ها هو حميد تاورع، يا بزاف حميد. اشحال ضربنا ديال الطريق؟ تقريبا شي 100 كيلومتر، ولكن في وسط الجبال اللي صعيبه. الجبال، ها انتم الجبال اخوتي، نهبطوا من هنا وباقي عندنا الطريق، وها من جينا، يعني الطريق كامله اخوتي كلها منعرجات ومنعرجات خطيره. شو دابا حنا علاش واقفين؟ ها ولكن راه تبارك الله ما شاء الله على ديكور. المهم هاد البلاصه اللي غادي ليها زوينه زوينه بزاف، تستاهل التماره كامله والله حتى تستاهلها صراحه. غندوزو فيها ان شاء الله 24 ساعه وغنفطروا فيها، وان شاء الله باذن الله غادي نصيدوا فيها، لو وفقنا الله غادي نصيدوا فيها ونبارطاجيو معكم داكشي اللي غادي نصيدوا اخوتي. صراحه خوتي عينا بزاف، عينا واحد الدرجه ما تصوروش، ولكن شوفوا لي على فيو كي داير تبارك الله ما شاء الله. المغرب ديالنا شي حاجه ناضيه 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 بزاف صراحه. يا سلام، انظروا الى عظمه الخالق، تبارك الرحمن تبارك الرحمن، شي حاجه ناضيه خوتي في المستوى. والبلاصة اللي غادي نهبطوا لها هي ناضية بزاف ان شاء الله. واخيرا اخيرا اخوتي وصلنا للبلاصه اللي غادي ندوزو فيها 24 ساعه،
وغادي نفطروا فيها وغادي نهبطوا نصيدوا في هذا الواد ان شاء الله باذن الله. المهم اخوتي تابعنا بزاف ديال الروينق وفي المود ديال النعاس، بغيت غير نحط لاطون ديالي ونجبد عليها بواحد النعسه، ما بقيت باغي لا صيد لا والو، ولكن ضروري ضروري خاصنا نصيدوا ان شاء الله باذن الله. الحمد لله سالينا كل شيء، المبردات اخوتي المناضه والعصير تمايا، اللهم نبردوهم هنا في هذا الواد هذا وربطوهم هنا ناضي وربطوهم هنا باش ما يمشيش لينا وحنا ناضين. ترى على فيو تبارك الله ما شاء الله اخوتي، صراحه بلادنا زوينه زوينه بزاف تبارك الله ما شاء الله. صراحه اخوتي عيش بزاف، ولكن هذا الفيو هذا يستاهل اي حاجه صراحه. خوتي بالنسبه للبلاصه اللي فيها انا دابا بين الويدان اخوتي راه معروفه خوتي، والله حتى تستاهل هذا العذاب كامل، تستاهلوا صراحه باش تجي لهذ البلاصه الناضيه وتطيب فطور هنا وتدوز 24 ساعه هنا يا خوتي، شي حاجه ناضيه وفي المستوى. خوتي ما غنكونش من العاكزين وغادي نوض غادي نمشي نصيد بما قرب الفطور، وغادي نجي نوجدوا الفطور ديالنا وشدينا شي حاجه راه غادي نبارطاجيها معكم اخوتي، وباقى السهره طويله ان شاء الله، غادي نصيدوا بالليل وباقي بزاف ديال الحوايج. لا باش نصيد اخوتي هذا السبيب هذا، واخا جرحني هنا شوه شوه هاد الجرحه هادي، ها هو السبيب وهي السناره، هاد السناره ديال الحوت الصغير وانا غادي نبدلها ان شاء الله وغندير سناره كبيره ديال الحوت كبير. بالنسبه للطعم الدراري ديال الحوت عندنا هاد العجينه هادي ها هي ركبتها هنايا، ودابا غادي نطلقوا السناره ديالنا. ها هي عاودت السناره كانت عندي مخربقه عاودتها. المهم اخوتي دابا غادي نلوحها وغنشوفوا، شدينا شي حاجه راه غادي نوريها لكم، وغادي نصيد غير بالسبيب ما عنديش القصبه بسم الله. الاولى اخوتي ما لحشاش مزيان، غادي نجرب دابا الثانيه بسم الله بسم الله مزيانه. باش تلقى الحطب هنا صعيب بزاف، لقينا غير هاد الجدوله هادو، غادي نحاولوا ناخذو منهم الحطب باش نوجدوا الفطور ديالنا، راه ما بقى والو الفطور باقي ما موجدين والو. هيا اللهم بارك. شو قداش في الغلد اخوتي كرمال مو مختاريش هاد البلاصه هادي، شجره غادي نشعل فيها العافيه هنا باش تشعل فيها كامل، هذا هو الحل اللي لقيت باش نطيب هنايا، حيت ما كاينش العود والو ما كاينش، غادي نطيبو على هاد الجدر ان شاء الله، غتكون شي على العافيه ديالنا هنا وغنحط الشوايه هنا ونبداو نطيبو عليها، فكره ناضيه غايجي بحال الفران. ها هو من الداخل من هنا اخوتي غتشعل العافيه من هنا ومن هنا ومن هنا ويجي بحال الفران، ها انتم من الفوق ديالو ناضي. خليو لي الراي ديالكم في كومونتير واش طريقه مزيانه ولا ما مزياناش، حنتاش راه ما كاينش العود هنا والو ما كاينش ما كاينش العود، العود صعيب باش تلقاه في هذه البلاصه هذه صعيب بزاف، ولكن غادي نديباني وراسنا بهذه الطريقه ان شاء الله. شحال دابا العافيه الفطور اش غيكون فيه اخوتي؟ غتكون فيه دجاجه، الوجبه الرئيسيه في الفطور اخوتي غنطيبوا دجاجه هنا بواحد الطريقه ناضيه وغندخلوها لذاك الفران اللي شتو معانا، نغسلوا الدجاجه ديالنا بالماء ديال الواد اخوتي. بسم الله هاهي الله يجعل البركه، دابا هذا هو الفطور ديالنا ان شاء الله باذن الله في هذه المنطقه الناضيه بزاف.
ليتس جو نمشيو نطيبوها. ها هو الرئيس ضرب واحد الحوته اللهم بارك. تبارك الله يا تبارك الله اللهم بارك. هنشوف هنشوف الرئيس هنشوف. تبارك الله قداش اخوتي. اللهم بارك. اللهم بارك بقى حيه بقى حيه اللهم بارك. اليوم الشوايه هذه الفتره ولا نتسحروا بها؟ نتسحروا بها ان شاء الله. تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. راه قبيله قاست عليها زرت لي القصبه وزقات سقلات ما قالت والو. تبارك الله هي وغلات وماتت بسبع سموت ولكن بياسه تبارك الله. هي تنفس. والله انت بياسه. هو تعدى تعد اللي بغيت عدات لي يا صاحبي مالي الهربة تبارك الله. دابا غنبداو نوجدو في الدجاجة ديالنا يا بسم الله غنطيبوها بواحد الطريقة سهلة غنديرو لها العطرية نشرحوها من هنا لكاع البلايص ندردرو عليها العطرية هاي ناضية دابا هاهي رقدناها دابا هنايا غادي نحتاجو ألمنيوم بسم الله غنحطها بحال هكا بسم الله بسم الله دابا غادي نجيو للطين عندنا الطين هو هذا اخوتي داير بحال العجين شوف غادي نغطاو به الدجاجه ديالنا كامله حالك بهذه الطريقه هادي طاقيو لي الدريات يتفرجوا باش تحداك شويه اي دريات حداك ها انتم اخوتي رينا ديالنا راه واجده قال لي غير نوجد دجاجه طين نقي مساخ ولا بحال هكا كندورو عليها كامله هو صافي هذا هو الشكل النهائي اخوتي دابا دابا غادي ندخلوها للفران الفران وماشي اي فران الفران البري هي هذه اللهم بارك وهذه الدجاجه ديالنا هي مريسكيا بسم الله بسم الله بسم الله يا بسم الله يا حفظو بسم الله على الزبيان فوالا هاهي دخل دابا العافية خود سخون خود سخون دابا نحط هاد اللعيبة الفوق هاهي إن شاء الله غطيب على حقها وطريقها دابا باقي الأذان شي ساعة بحال هكاك ويأذن هاهي أخوتي دابا بدات كتشقق من هنايا من هاد البلاصه كامله الطين بدا كيحيد منه الماء وبدا كيتشقق كينشف طريقه ناضيه وما تنساوش تخلوا لي في كومونتير كي جاتكم الطريقه صراحه اخوتي واحد الديكور فكراتني في كلارا كلارا حبيبتنا فكراتني فيها كليبه زوينه جات عندنا وهذه غتفطر معانا ان شاء الله باذن الله مع هاد الفيو الناضي حتى هي خايده حقها والله الا خايده حقك يلا سعداتك مزيوده هنايا هذه اخوتي غادي تكون هولنديه ماشي مغربيه راه لحقاش راه شوفوا شوفوا فين مزيوده شوف عاقت عليكم في هذه اللحظه هذه ناديه تبارك الله اللهم بارك زوينه وظريفه ان شاء الله غادي نفطروها معانا عطاوها حتى هي شي شويه ديال الدجاج تاكل معانا ديك الخلطه السحريه وما تنساوش اخوتي تخلوا لي الراي ديالكم الطريقه اللي طيبت بها الدجاج واش ناضيه ولا ما ناضياش خلوها لي في كومونتير هو ضروري ثاني اخوتي الروز ديالنا ضروري يطيب على البيضه الصغيره اللهم بارك بما طابت الدجاجه غنوجدوا دابا شي مقيله ديال البيض مع البصله والعيبات وغنديروا عليهم الزبيب البصله والبيض الزبيب شنو قال لك بهذه الفكره هذه ناضيه العربه البصله والبيض والزبيب شي حاجه ناضيه والقزبر والقزبر غطلع ناضيه غدي بالي راسك شوف البريه مقيله ديال البصله والزبيب والبيض والربيع شي حاجه ناضيه
جربوا اخوتي ورجعوا لي، راه كطلع بنينه. غنحطوها دابا طيب على خاطر خاطرها. وهذه هي الدجاجه ديالنا، شوف الله يتا كتخرج البخار من هنا. العافيه اللي كاينه هنا كبيره، راه ما يمكنش. كنموت على هاد الصويت انا في الطبيعه صراحه. سمعوا سمعوا اخوتي سمعوا دابا اخوتي المقيله ديالنا ها هي تعسلات دابا، اللهم بارك. نرشوا الزبيب بحال هكا. دابا البصله تعسلات مزيان هي والزبيب، غادي نزيد عليهم البيض. يا سلام يطلع فطور ان شاء الله ناضي. واه الحراره اللي كاينه هنا الدراري راه ما يمكنش. وهذه هي المقيله ديالنا، اللهم بارك. ما تنساوش خلوا لي الراي ديالكم في هذا الاومليط. دابا اخوتي تقريبا وجدنا كل شيء، بقات لينا غير الدجاجه ديالنا، بقى لها واحد شويه وطيب. اخيب حاجه تسالي لك البوطه، ولكن حنا غنديباني وراسنا بالفاخر، ما نعولوش على البوطه. البوطه ما كيعولوش عليها، هذا الروز اخوتي بالحليب ديال البقر. غادي نحيدو الدجاجه ديالنا وكاينه العافيه بزاف، غناخذ جوج من عشر بحال هادو وغنشدهم بحال هكا. اللهم بارك يا بسم الله. ها هي الدجاجه ديالنا غادي تكون طابت ان شاء الله باذن الله يا ربي. واش نتوما كتسناو في الدجاجه تشوفوها من الداخل واش طايبه ولا ما طايباش؟ انا كنتسناها امتى نحل هاد الدجاجه ونشوفها كي دايره من الداخل. غادي نحلوها ونكتشفوا جميع النتيجه كي دايره. يا بسم الله يا بسم الله، اللهم بارك. هنا هي هذه. وهذا اخوتي هو الفطور ديالنا المتواضع. وغنحلوا دابا الدجاجه نكتشفوها. انت تبارك الله، انت اخويا الشعل المباشر. ها شنو هذا؟ شنو هذا؟ احسن طريقه باش يا سلام الله ما يتحرق ما والو. يا سلام هذاك الطياب ديال الهي. انتوما طياب ماشي هادي الملوك، فهاد ديال الملوك. ها الدجاجه ديالنا، او هادي هي الدجاجه ديالنا اخوتي، طابت على حقها وطريقها شي حاجه ناضيه. هانتوما اخوتي طياب ناضي باش طيب دجاج واعره تبارك الله اللهم بارك. وبصحة فطوركم اخوتي، هذا هو فطورنا المتواضع، غير قبلوا علينا وصافي. اخوتي غادي نفطروا مع هاد المنظر الرائع. غادي نفطروا. اجي اجي انت اجي، نعطي الكلبه واحد شويه، نعطيها واحد الجنح. اجي 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 زيد 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 زيد، انت فكرتيني في كلارا. زيد هاك هاي زيد هاي زيد هاي. سبحان الله، يلا قص. الدجاجة طلعات بنينة، كيكة ديال اتاي، كيكة ديال الليمون، كلشي كاين تبارك الله. فطرنا مزيان، فطور ملكي. الدار ام حلوج دايرين هذا الفطور هذا. الله يسمح لينا من الوالدين وصافي. دابا غادي ننعس حتى ديك الوحده ان شاء الله باذن الله. راه ديجا صيدنا واحد الحوته وغادي نتسحروا بها ان شاء الله باذن الله. ودابا راني مدقدق واحد الدقديقه، راه ما يمكنش، راه مع دوك الفيراجات والطريق طويله راه ما يمكنش راه ما يمكنش. وتصبحوا على خير. الله خوتي، دابا بدينا نصيدو في واحد البلاصه
وهاد الكليبه سبحان الله ولفاتني والله، شو ولفاتني. اجي اجي بوبيز بوبيز، اجي اجين اجي. اسي اسي اسي، اش بالكم مدريسي وا اسي ريح الله. مسكينه والده، والده تبارك الله ما شاء الله. اسي اسي ريح الله ريح الله. ها يا اخوتي نادي زوينه تبارك الله، الله شي زوينه ولفاتني يا صح. لا الا بغينا شي براد ديالها فين هنا فهاد البلاصه هادي خوتي. دابا راه كنصيدو وقشار عليا حميد نعمرو واحد الدقيقه ديال اتاي ونجيبوها هنا حدا هاد الواد ناضي ونصيدو. هادشي ناضي ليكم الخوت اللي ما خرجش مع الجاوج ما دار والو هو مسطي مسطي بيل. يلا سير اخويا يلا نعمرو براد ديال اتاي. يلا نعمرو براد ديال اتاي اخويا يلا. احنا خوتي دابا كنوجدو في البريريت ديالنا، والله تنفعاتنا هاد الشجرة هادي بزاف، اللهم بارك. غنمشيو ندوه لواحد القنيته فكن صيدو ونتلاها ونشدو السون حتى الصباح ان شاء الله. ايه بسم الله دابا نديرو النعينيعات شي حاجة ناضية. المهم خوتي دابا غادي نوجدو السحور ديالنا، غادي يكون حوتة غادي نشويوها ومن الصباح حنا كنصيدو وما صيدنا والو. درنا شي أربعة ديال الخيوطة كنصيدو بهم والو. غادي نديرو دابا السحور وغادي نتكا نعس في المود ديال النعاس، وخا نعست شي ساعة ونص بحال هكاك ولكن مكفاتنيش. دابا غنوجدو السحور وغادي نطيح حتى للصباح ان شاء الله باذن الله. هاي الحوتة ديالنا اللهم بارك، هي هادي دابا خصني نقيها. يا اساس تبارك الله الحنبليه فيها بيض وبياض الحمد لله. هذا كنظن سميتو الكارب والله اعلم. تبارك الله شوف تبارك الله يعطيك الله الصحه الرئيس. الطريقه باش نصوبها سهله اخوتي، نحط الحوته ديالنا هنا نشرحها بحال هكا بحال هكا، نقلبوها نحمها بيض بارك الله، نرش عليها الملح مزيان حيت هاد الحوت كيبغي الملح. شو اللحم ديالها كيدير اخوتي؟ بيض. نحل هاد القرعة هادي باش نملحها مزيان. كنوجدو دابا العافية للحوتة باش نطيبوها مزيان، طيب على حقها وطريقها تاني. بعد المرات هاد السخونية هادي والله هي نعمة، نعمة من عند الله سبحانه وتعالى صراحة، كتلقى الدفء. الله الله السعادة، والله هي الحياة بسيطة خصك تعرف كيفاش تعيشها والله. ديما كنقولها ليك يا بسم الله توكلنا على الله. الله اكبر الله اكبر عمر هذا الله اكبر. معنا الحقيقي خويا سفيان ديال فوق شويه عداك صاحبي فوق شويه عداك هادشي راه كيتير شوط واضح كيتير كيتير ولكن هانيه بعد اخو بعد وجد خويا خصني ندير لها واحد العود من هنا من فمه باش نولي نقلبها. برافو. واش كاين شي واحد كيتسحر بالحوت؟ تلقاوها عندنا حنايا. يا بسم الله نقلبوها
طاب داكشي ناضي. وهنا اخوتي كنكونوا وجدنا البلا ديالنا، يا سلام شي حاجه ناضيه. وما تنساوش تخلوا لي الراي ديالكم في كومونتير كي جات هاد الحوته. والصيد ديال اليوم اخوتي والله هما بارك، وبصحه سحوركم اخوتي، وتصبحوا على خير حتى الغدا ان شاء الله باذن الله مع الصباح. حوتة كتكال بلا خبز. بسم الله يا سلام. الله يلا ناضية تبارك الله. بسم الله. المعنى. ناضية الشباب تبارك الله. ترى ناضي. اللهم بارك. شي مرة حاملة عاد تسمح لينا وصافي. صباح الخير خوتي، كنتمنى تكونوا بخير. صراحه البارح طحت الكاو، ما عقلتش على راسي هاد البلاصه هادي فيها واحد الهدوء ما يمكنش، يعني ماشي غير تنعس، عاد تنعس ديال بصح. المهم خوتي غيكون نهايه الفيديو هنايا. كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في الفيديو، وتهلاو في راسكم، راكم عزاز بزاف. دابا غادي نجمعوا الماتريال اخوتي ديالنا، وغادي نشد الطريق ان شاء الله باذن الله. بقى عندنا طريق طويله طويله بزاف اخوتي، تعاونوا معنا نوصلوا بخير وعلى خير. وهادشي اللي كاين، تحياتي.